سلام، يوم بكون خير. في حياتك حد نرجسي؟ طب تعرفوا من قريب او من بعيد؟ الفيديو ده هيفرق معاك اوي. قبل ما نبدا كده او قبل ما نكملوا الفيديو ده، حطوا في دماغكم شخص نرجسي وتعرفينه فعلا في حياتكم، خلوه في دماغكم طول ما انتوا بتتفرجوا على الفيديو ده. ده هيفيدكم اوي ان تفهموا ازاي المفروض تتعاملوا معاه، ازاي المفروض ترياكتوا على كل حاجه هو بيعملها. بس في الاول كده، ازاي هتعرفوا اصلا اذا كان الشخص ده نرجسي ولا لا؟ النرجسيه هي احدى انواع اضطراب الشخصيه، وللاسف على عكس انواع الاضطرابات التانيه اللي بتكون عضويه او جسديه، لان الاضطراب ده مش حاجه ممكن تكشفوا عنها بتحليل دم باشعه باي حاجه من دي، لا دي كلها حاجات نفسيه. عشان كده خلينا ندخل في 10 علامات من خلالهم تقدروا تعرفوا اذا كان الشخص ده نرجسي ولا لا. اول حاجه الانا، اهم حاجه عندهم نفسهم، بس مش اهم حاجه عندهم نفسهم ان هو بيحسوها، لا بيقولوها. يعني مفيش جمله ليها تعدي من غير انا، انا عملت، انا رحت، انا جبت، انا وديت، انا 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 انا. كنت تكون بتتناقش في اي حاجه في خطر على البشريه، مثلا موضوع كورونا، فتلاقي ما واحد يقول لك بس انا شغلي كده هيتاثر. لان انا مش معتمده ان هو بس بيقولها، لا بيخصصها في كل حاجه، يعني كل حاجه في حياته ابتدى يخصصها عليه هو. تاني حاجه انه هيمثل انه مهتم بيك، يعني مثلا انت جبت التيشيرت جديد او انت جبتي بلوزه جديده، فهتلاقيه اول ما يشوفها البلوزه دي حلوه قوي، التيشيرت ده جميل جدا، ومجرد ما تمشي هتلتزم بيك. فهو دايما اهتمامه بيك هيكون مجرد تمثيل مش اكتر، مش حاجه من جواه. تالت حاجه المحبب دايما يكون في القمه، في القمه يعني اي حاجه بتحصل بتسبب له تهديد، هو بالنسبه له لاما يكون في قمه الهرم لاما ما يكونش خالص، لان اي حاجه تانية بالنسبه له خطر. فبالتالي هو اكتر انسان بيخاف واكتر انسان حاسس بالتهديد من الناس اللي حواليه. رابع حاجه هو ان كل حاجه بتوجعه اكتر ما بتوجعه، يعني على سبيل المثال دخل في علاقه وانجرح وطلع مجروح، هتكونوا انتوا بتتكلموا انت مثلا الشخص التاني اللي قدامه اتخان واتبهدل ودخل قاضي في محكمه الاسره وطلعت عينه وخرج من غير ولا حاجه وخسر ولاده وكل حاجه، هو يا دوبك كان مرتبط بواحده في اعدادي وسابته، هتلاقوا قاعدين بتتكلموا عادي. هو جرحه اكبر من جرحك مهما كان، مهما كان جرحه ده سخيف ملوش اي 30 لازمه، هو جرحه دايما هيفضل اكبر من جرحك، واي حاجه توجعك واي حاجه توجعه هو بالنسبه له هو بتوجع اكتر. خامس حاجه ان كل ما تتكلم هيقطعك، كل ما تبتدي تفتح موضوع هيقطعك. سادس حاجه ودي مترتبه على النقطه اللي فاتت، انه بيفتي دايما في كل حاجه، حتى اللي ما عرفوش حتى اللي ما درسوش برضه بيفتي فيه. مش هيعتمد على حاجات كتير، مش هيعتمد على مصادر جامده ولا اي حاجه، بس هو اي نقطه جمعها من اي حته هيقعد يحاول عشان يقنعك بيها. سابع نقطه انه ناقد كبير جدا 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 جدا، هتلاقيه بينقدك في كل حاجه، شعرك متقصف شويه حاجه بسيطه، ايه ده ازاي انت ازاي ماشي بشعرك بالشكل ده؟ التيشيرت بتاعك مش مكوي، ايه ده ازاي ليه ماشي بالتيشيرت بتاعك مش مكوي؟ كل حاجه في حياتك هينقدك فيها، كل حاجه مهما كانت بسيطه بتفوت لناس تانيه مش هتفوت بالنسبه له. عشان كده النقطه الثامنه انه ساعي للكمال، اي حاجه بالنسبه له لازم تكون بيرفكت، مش بيرفكت اللي هو الطبيعي بتاعنا، لا ساعي للكمال بطريقه مرضيه. الكمال عمره ما كان وحش، ولا انك تسعى ليه حاجه وحشه، بس في ناس بتسعى له بطريقه همجيه ومرضيه، نبطه دي حاجه جواها، ساعتها بيبقى الموضوع غلط. تاسع حاجه انه دايما معتمد على النت وعلى الشرف انه يبني فيها حياته. عشان كده هتلاقي في ناس دايما بتعتمد على السكاندلز في انها تبني فضايحها، زي مثلا مين؟ زي مثلا سما المصري، احمد الفيشاوي، احمد ابو هشيمه، الناس دي بتعتمد دايما انها تكون فضيحه على النت، فبالتالي شهرتها تفضل مستمره، فبالتالي هو مكمل. دي معناها ان دي شخصيات نرجسيه. عشر نقطه ودي برضه نقط مرتبطه بنفس الاشخاص السابقين او بنفس النقطه السابقه، ان هم ما بيعترفوش بفشلهم، مهما غلطوا مهما عملوا حاجه وحشه هم مش شايفين نفسهم غلط مهما كان. كانت دول 10 نقط، اظن انتوا دلوقتي قدرتوا تكونوا او تجمعوا مواصفات الشخص اللي في دماغكم وتحددوا مين بالظبط الشخص النرجسي اللي هيكمل معاكم بقيه الفيديو. دلوقتي هيجي السؤال اللي انا متاكده انتوا بتسالوا نفسكم دلوقتي، طب هو الشخص النرجسي ده اصلا بيضربني في ايه؟ هو مخلي حياتي وحشه ازاي؟ اول حاجه انا دايما حسسك انك مش جديد باي حاجه حلوه، بالعكس انت دايما حاسس انك سيء، انك شخص وحش، انك شخص ما تستاهلش، انه دايما بيقلل فيك، بيقلل من ثقتك في نفسك، بيشك فيك، بيشك في انك وحش. تاني حاجه انك دايما شاكك في نفسك، اي حاجه بتعملها مهما كانت حلوه وحشه دايما شاكك انها غلط. النقطه دي مش بس هتموتك نفسيا، لا جسديا، لانك على الصعيد التاني هتبطل تهتم، عشان انت اي حاجه بتعملها برضه الشخص ده هيفضل شايفها قليله ومالهاش اي 30 لازمه. طب انا دلوقتي عرفت الشخص وحددته وعرفت ضرره عليا وخلاص انا مستعد ان انا اتخلص من الشخص ده، ايه المفروض بقى ان انا اعمله؟ اول حاجه واهم حاجه لازم تمشوا عليها، الهجوم خايف وسيله من الدفاع.
ازاي؟ اول واهم تحذير، ابعد. لو تقدروا تبعدوا عن الاشخاص النجاسيه اللي في حياتكم ابعدوا عشان تسلموا منهم، لان الاشخاص دي انا شايفه انها ما تتعشقش. تاني حاجه، لو الشخص النجاسي ده هو مديرك في الشغل، زميلك في الشغل، زميلك في الدفعه، زميلك في اي حاجه، لو هتقدم اي فكره قدامه خليك دايما بتتعامل على الفكره دي انها فكره المجموعه مش فكرتك انت لوحدك. ازاي؟ يعني انت عندك اقتراح، الاول حاول انك تقنع الناس اللي حواليك بعيد عن الشخص النجاسي ده بالفكره دي، عشان لما تقف قدامه مش هتقول له دي فكرتك، هتقول له دي فكره المجموعه. الكتره بتغلب العدد القليل مهما كان القوي. تالت حاجه، انك ما تخافش منه مهما كان، ومهما كان تاثيره سلبي عليك، ومهما كان نقده وحش ما تخافش منه. ورابع حاجه، انك ما تستناش منه كتير، خليك دايما عارف ان عمره ما هيقدم لك حاجه، وخليك دايما عارف ان اي حاجه هتيجي منه مش هتكون مفيده ليك. وده بيوصلنا لنقطه رقم 5، انك دايما تتاكد انك مش محط اهتمامه. انت عمرك ما تكون محط اهتمام شخص نجاسي. شخص نجاسي عنده اول حاجه نفسه ثم نفسه ثم نفسه. لو في حد هيجي يكسر الحاجه دي، الحب الحقيقي وكل التضحيات دي، فهيبقى في رقم 4 عنده. مفيش حد هيكسر الحته دي، يعني هو كده، هما البشر كده. سادس واخر حاجه، انك اوعى تحس بالاسف عليهم. مهما باين قدامك ان في حاجه وقعت، مهما باين قدامك ان جرح ده اكبر من جرحك، ومهما عملوا ومهما قالوا، ومهما باين لك ان الدنيا مش هتمشي من غيره، وان خلاص، وان انت بعدك هيبوظ حياته، اوعى تحس بالاسف عليه. اوعى تحسس نفسك ولو ثواني انك غلطت في انك بعدت من حياتك شخص نجاسي. بالعكس، انت صح وكسبت نفسك وكسبت صحتك النفسيه. طب انت بعد ما تعمل كل الحاجات دي، هل ده هيغيرهم؟ محتمل، ممكن، ما اظنش. اوكي فاين، لا مش هيغيرهم. خلينا متفقين ان اي حاجه هنعملها واي تدخل هيتم من اشخاص عاديه مش هيغير فيهم حاجه. هل ممكن يتم تغييرهم بالطب النفسي؟ اكيد ممكن. هل ممكن يتم تغييرهم بالصدمات النفسيه؟ اكيد ممكن. العقل البشريه هي اكتر شيء لعوب في الحياه، اكتر شيء غير قابل للتوقع، ففي حاجات كتير ممكن تتغير، وفي حاجات كتير ممكن تسيبه زي ما هو. فاحنا مش عندنا العلم الكافي، او مش عندنا القدره الكافيه ان احنا نغير حياه خصوصا الاشخاص النجاسيه. فممكن الطب النفسي يغيرهم، ممكن جدا صدمات الحياه تغيرهم، ممكن جدا بعد الناس اللي بيحبوهم عنهم يغيرهم، ده لو هما في حتة لسه كويسة من جواهم ده ممكن يغيرهم. بس بعد ما عرفتوا ازاي الاشخاص النجاسيين موجودة في حياتكم، وبعد ما عرفتوا تأثيرهم عليكم وازاي تتعاملوا معهم، لو انتوا قادرين تتعاملوا وتكملوا او مجبرين ان انتوا تكملوا، كملوا معهم. لو مش مجبرين ابعدوا، ايا كان دورهم في حياتكم، ايا كان الموضوع واقف على ايه، ابعدوا. مهما كانت الصلة برضو اختاروا نفسكم دايما، صحتكم النفسية يعني من واحدة خلت كل حاجة دي على صحتها النفسية، لا، صحتكم النفسية أهم. وما حد حاول يثبت لك أو حاول يقول لك العكس، صحتك النفسية أهم من كل شيء. بس كده، أشوفكم في الفيديو الجاي، باي. إلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة، نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.